في الكوب، هل في حاجات هتوقعوها في الكوب لها مفاجآت علاقة بالهيدروجين الأخضر وغيره؟ بإذن الله، مفاجآت. طب مش عايز أحرق الكوب، ولكن إحنا فعلا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا نوصل نوقع اللي إحنا عايزين نوقعه في الكوب. هنحط مصر بخطى ثابتة على خريطة الهيدروجين الأخضر عالميا. أنا كنت بقول إن إحنا عالميا. حطينا مصر كاتيجري ريادة عالمية، ومارك ماي وورد زي ما بيقولوا، اوكي لأن إحنا إن شاء الله هنستنى بإذن الله هنستنى ونعرف. الهيدروجين الأخضر هيبقى كاتيجري عند صناديق الاستثمار عالميا، هيضاف ككاتيجري جديد زي العقار وزي الاستثمار، هيبقى استثمار في الهيدروجين الأخضر إن شاء الله. اشكرك الدكتور ايمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.